سالي، رح نبدا رحلتنا الصباحيه لليوم ونحكي عن جانب مهم من مواكبه نشاطات وفعاليات الاولمبياد العلمي السوري بهيئه التميز والابداع التي تهدف للبحث عن بذور التميز بجوانب علميه مختلفه. وضمن هالاطار تقيم اداره الاولمبياد العلمي السوري مرحله التصفيات النهائيه من البطوله الوطنيه للمناظرات المدرسيه لعام 2021 ضمن طبعا الهيئه لتعميم ثقافه المناظره اللي بتعتمد على الحوار العلمي والممنهج. وللحديث أكثر عن هالبطولة أكيد بنستقبل معنا لليوم المهندس ثائر اللحام، عضو مجلس أمناء هيئة التميز والإبداع ورئيس اللجنة العلمية للمناظرات المدرسية بالأولمبياد العلمي السوري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. هلا، يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ ثائر. بداية خلينا نتعرف عن بطولة المناظرات يعني هذا العام تحديدا. هلا، المناظرة عموما هي طقس من الحوار. نعم. طبعا نحن اعتدنا بالمجتمع انه نحن بنتحاور بدون اطار هيك إطار منظم للحوار وبيكون إطار محدد. هلا سابق وجدت وسائل التواصل الاجتماعي أساءت له أكثر، يعني صرنا الحوار هو صار مسبات تبادل اتهامات. المناظرة هي حوار مؤطر بشكل أفضل، بيحترم قواعد معينة، بيحترم أدبيات وسلوكيات معينة. فنحن بدنا هي الجوانب الخفية من المناظرة اللي هي انه نحن نكرس ثقافة حوار تكون منظم ومهذب وبيعتمد سلوكيات وأدبيات معينة. هلا نعم. واحدة من التجليات تبعات المناظرة انه نحن نعمل بطولة للمناظرة. حاليا هي السنة نحن عاملين بطولة مدرسية للطلاب الثانوي. نعم. بسوريا بلشنا من شهرين، عملنا التصفيات الأولية، شارك فيها أكثر من 50 فريق مدرسي. حلو. من 7 محافظات عملوا تصفيات من حوالي شهرين. عفوا، تأهل منهم 16 فريق للنهائيات اللي راح تبلش بكرة. اليوم بيصلوا الفرق من كل المحافظات، بيقعدوا بتجمع واحد، وبكرة بتبلش المباريات بمعدل 8 مباريات باليوم. ال 16 فريق بتباروا أول شيء على 3 أيام، بيعملوا دوري بين بعضهم. نعم. وبعدين بتأهل منهم 4 فرق ليلعبوا على النصف نهائي والنهائي بما يشبه الفوتبول كأس العالم اللي الناس معودة عليه. نعم. يعني خبرنا كمان اليوم أستاذ عن، يمكن حكيت نقطة كثير مهمة، هدف المشروع هو التدريب على الحوار الممنهج وبما معناه المناظرة العلمية ضمن أدلة وضمن حجج معينة لإقناع أو لاحترام وجهات النظر بين، واللي بيقنع الجمهور الأكبر هو يمكن بيحصل على النقاط الأكثر. خبرنا اليوم في مراحل معينة مرق فيها هذا المشروع، تعذبتوا لتعلمون المناظرة، شو المواضيع اليوم لطلاب صغار يناقشوها ويناظروا فيها؟ هلا لنكون واضحين، المناظرة ما هي علم بحث. يعني نحن لما بنقول مثلا بأولمبياد الفيزياء أو أولمبياد الكيمياء، في علوم واضحة ثابتة يعني بتنظم، وفي يعني معروفه شو هي نظريات الفيزياء اللي بنقدر نتبارى فيها. بالمناظره لا، في اجتهاد، ونحن الحقيقه عم نجرب نتعلم من تجاربنا. نحن بنعرفها بس يمكن بالانتخابات الرئاسيه بالعالم، المناظرات بين المرشحين. صحيح. اكثر من هيك ما بنعرف. تمام. واحده من انماط المناظره الحقيقه هي نمط المناظرة اللي بسموه البرلمان البريطاني، اللي يعتمد سلوكيات وأدبيات البرلمان البريطاني. هي واحدة من المسابقات اللي بتنعمل. نحن صورنا المناظرة بما يتناسب مع ظروفنا أكثر شوي. هلا لنكون واضحين، بالمناظرة هلا نحن راح يكونوا الفرق اللي عم تتبارى عم تتناظر حول ما يسمى جملة جدلية. والجملة الجدلية هي عبارة، يعني احنا عنا بمفهومنا الجدل يعني اخذوا عطب لطعمة. نعم. لا، هون جملة جدلية هي
موضوع فكرة تحتمل النقاش، وبينقسم الفريقين، الفريق مكون من 3 لاعبين، من اسم الفريقين واحد بدافع عن هي عن هي الفكرة، واحد عليه هاجمها لهي الفكرة، ولازم يقدم حجج علمية وبراهين ومراجع، ويفند كمان شو بيقول الفريق الثاني. يعني إذا حدا طرح فكرة، الفريق الثاني لازم يهاجم هذه الفكرة بقواعد وباعتماد على معلومات واضحة. فهلأ في نوعين من الجمل الجدلية بهاي البطولة. رح يكون في عنا جمل بنسميها جملة المحضرة، اللي بنعطيهم أسبوع للفريقين أنه يبلشوا يحضروا الملف تبعهم، كيف بدهم يتناولوا هذه الجملة الجدلية، إن كان بالتأييد أو إن كان بالاقتراح، تأييد هذا الاقتراح أو معارضته. وفي عنا بعدين جمل جدلية رح تكون مسميها ارتجالية، اللي هن معهم ساعة منقول لهم هاي الجملة اللي رح تتناظروا عليها، ومعكم ساعة لتحضروا استراتيجيتكم لكيف بدكم تناقشوها. نعم، يمكن المناظرات تعتمد على النقاش والحوار بكل شفافية، وأحيانا في جرأة، ولكن لا تتعدى أدبيات الحديث، ولا تتعدى أيضا أنه نقلل من قيمة أي جملة مثلا بيضل بيحط الفريق الثاني. يمكن هدول القواعد قبل ما تصير المناظرة حضرتكم بتنوه عليها من خلال الكوادر المؤهلة، المدربين، الكوتش. صحيح. بيجي يعني بيقولوا أنه نحن حنبلش نحن مناظرة. صحيح. ولكن ضمن أدبيات معينة. أكيد. نحكي عنها شوي. أكيد طبعا نحن هلأ بشكل أكيد أنه نحن ممنوع الاستهزاء من الفريق الثاني. تمام. يعني ما بيصير واحد يقوله للفريق الثاني أنت ما عم تفهم عليه. ما في هدول الجمل يعني حساسة، هالاشياء هي الاستهزاء ان كان لفظي ولا بالحركه والإشارة، انه يعملوا انه شو هذا، ما هذا هيك شغلات بتصير بين الطلاب يعني عن طيب نحن معودين يعني. عليها، ولكن بالمناظره لا، هي بيخسر عليها علامات لما بيستخدم هيك اساليب. نعم. لانه هي اساليب ما هي تخترق السلوكيات. صحيح. اللي نحن بدنا اياها بالمناظره، ولا تعتمد على مرجعيه علميه. نعم. انت عليك تقول شهادتك وتأيدها بما يثبت هذا الكلام، بس انك تعتمد الاستهزاء هذا اكيد مرفوض وبيخسر عليه الفريق علامات. نحن عندنا لكل مباراة بيكون في 3 حكام، كل واحد بيحكم جزء من المناظرة، بيكون اختصاصه جزء معين في المحتوى تبع المناظرة، في الاستراتيجية وفي الاسلوب تبع المناظرة. فلكل واحدة من هدول في لهم حكم، وطبعا لكل فريق في له مدرب، المدربين عملنا لهم معسكر تدريبي. حلو. والحكام كمان نعمل لهم معسكر تدريبي، وفي عندهم أدلة بيعتمدوا عليها أو مرجعيات بيرجعوا لها لحتى يعرفوا كيف بيدربوا الفرق تبعهم، وكمان الحكام كيف بيحكموا هاي. نعم استاذ، يعني اليوم اسلوب المناظرات العلميه اللي عم تعتمدوها يعني علميه تحت خط حتى تشجعوا على المواضيع الاخرى، ويكون ثقافه الحوار البناء خلينا نقول. صحيح. والاستماع هي موجوده عند هذا الجيل. قد ايه رح تنعكس هي المسابقه والاولمبياد كسرعه بديهة، كاقناع جمهور، كتمسك باراء جيده تفيد المجتمع بالمستقبل؟ اليوم قد ايه ممكن تنعكس ايجابا برايك؟ هل عم تلمسوا ردود فعل في طلاب مميزين بهذا المجال؟ الحقيقه ما يثلج الصدر بهالشوب انه عم نشوف التفاعل من الطلاب لافت. يعني ثقه بالنفس، عم طبعا في بالمناظره في عنده وقت معين لازم يقول المقوله تبعه بوقت معين. الحكم بيقول له بيان معك هالقد وقت، وبعدين بسكته. نعم. انت عليه عندك الشيء اللي بدك تقوله، معك وقت معين تقوله، معك اطار معين تقوله. فهو هي الاشياء بتخليه انه يتعلم اليافع او الطالب اللي عم يتبارى بالمناظره، يتعلم انه عنده وقت معين ليقول اللي بده يقوله، عنده اسلوب معين ليقوله اللي بده يقوله، في عنده اطار تنظيمي واضح، وهذا بينعكس ايجابا اكيد على حياه الطلاب بالمستقبل. نعم. يعني صار الحوار بين بعضهم رح يكون خلينا نقول اخلاقي اكثر، ممنهج بشكل اكثر،
نطلع بقى من الحوارات قدر الامكان، يعني نامل انه نطلع من الحوارات، بس عندهم اداره حوار يمكن. صحيح. يعني اللي عم نشوفه هلا بالوسائل التواصل الاجتماعي من حوار مزعج، غير مهذب، حوار غير مؤطر، يعتمد على الشتائم، هذا اللي بدنا نجرب انه نحن نواجهه بمشروع المناظره. نعم، خلينا نحكي عن الفئه كمان، الفئه بتلعب دورها، ثقافه، التعليم، المستوى العلمي اللي واصلين له الطلاب، كمان كله له دور بالحوار والنقاش. يعني وقت نحن حضرتك حكيت جمله جدا مهمه، انه على الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي عم بيتم احيانا حوار اول شيء غير مجدي ودون نتيجة، وأحيانا يتضمن شوي التدني بالسلوك الأدبيات. هون نحن أمام كمان عم نواجه ثقافة. صحيح. ثقافة عامة. صحيح. فنحن يمكن قبل ما يصير في حوار بيكون في روح للمنافسة، للثقافة العالية اللي بتمتع فيها الطلاب، وهون بتفرق. يعني هون وقتها بيفرق طبيعة الحوار. قديه منشدد على أهمية إنه الإنسان شوي ياخذ من المدرب تبعه، يحترم الشخص يلي مقابله. هذا شيء أكيد 100%. نحن يعني حتى بالمباريات تبعات المناظرة عم نقول لهم في عندكم جملة جدلية رح تتناظروا عليها، واحد رح يدافع عنها، واحد رح يهاجمها. أنا ما رح أقول لك قبل بوقت انت رح تدافع عنه ولا رح تهاجمه. قبل المباراه بساعه بياخذ خبر انه هو رح يدافع او هجوم. بالتالي هو المفروض انه يكون محضر بالاتجاهين. لذلك بنطلع من تبعات القوالب الجامده انه انا بتمسك بفكره ولا يمكن غيرها. هون صار في عنا عم نعود الطالب انه انت رح يكون عندك امكانيه تغير رايك قولك. لانه تقبل الاخر انه انت هلا صار في معطيات جديده بتغير. فاذا بنطلع بقى من القوالب الجامده اللي خلص انا بسكر راسي وهيك شايف وبس، خلص ما بتحاور. هون لا، انت بجوز هلا عم تدافع عن فكره، بجوز بكره بدك تكون عم تهاجمها. فاذا انا راح اعطيك الملكه تبع والامكانيات والمهارات تبع انك انت مره تدافع عنها مره تهاجمها. نعم، يمكن عم تتعاملوا مع فئه كثير صعبه، لانه اول بناء الشخصيه في عندها تمرد، في عندها عناد برايها. دي اليوم صعب انه فعلا دربوها على المناظره، الدفاع عن فكرتها بشكل منطقي وعلمي. خبرنا يمكن المرحله النهائيه، قلت لنا بعد بكره. بكره ببلشوا بتستمر لخمس ايام. خمس ايام، يعني بعد خمس ايام رح يتم اعلان الفائزين بالاولمبياد. صحيح. بس خبرنا كم عدد الفائزين لازم يكون بعد الاولمبياد. صحيح. كيف رح يتم تبني الفائز او انه تطوير ملكته يعني؟ صحيح. هلا نحن بالمبدا الكل فائز. بالمبدأ ما حدا بيخسر بالمناظرة، هذا الجمالية تبعها. الفكر الأولمبي بالعموما لا يعتمد أنه أنا هزمته، بيعتمد على أخلاقيات، أنه نحن اثنين نربح سوا. بجوز أنا غلبتك بشعرة، المرة الجاية أنت بتغلبني بشعرة. لذلك الفكر الأولمبي أجمل أسمى. هلأ هون نحن هلا بالنهائيات عندنا مثل ما قلت لك في عندنا 16 فريق، رح نوصل بالاخير يتاهل من 16 اربعه على النص نهائي، وبعدين اثنين بيروحوا بيلعبوا على النهائي. في عندنا رح يكون خلينا نقول بطل الجمهوريه بالمناظره لهذا السنه. رح يكون في عندنا تصنيف بما بعد هذا الحكي، رح يصير في عندنا تصنيف للفرق كلياتها على حسب علامات، لانه كل مباراه نعم. وبس في إلى خاسر ورابح، في علامات بجوز يكون خسر على علامه على علامتين. فبالتالي رح يكون في عندنا تصنيف للفرق كلياتها نعم. مبدئيا من 1 ل 16 بالنهائيات، وحتى الفرق اللي اشتركت سابقا كمان رح يكون في لهم تصنيف، وهذا التصنيف رح يساعدنا بانه نحول هالبطوله المناظره من نشاط بينعمل مره بالسنه الى نشاط على مدار العام. نعم حلو.
يمكن نحن يعني من خلال مواكبتنا للأولمبياد العلمي السوري حضرنا أكثر من مناظرة وشفنا كيف الطلاب متفاعلين مع بعض، ولكن هالمرة بتختلف كون في ارتجالي. حضرتك حكيت عنه كان يمكن محضر ولكن هلأ ارتجالي. قدي هي القصة مهمة أيضا لبناء شخصية الطالب، يعني ممكن الطالب يكون بارع في الرياضيات في الكيمياء في الفيزياء في أي مجال ولكن غير متحدث، هون نحن أتحنا المجال قدامه أنه هو شاطر بالمادة تبعه وأيضا حدا بيعرف يحكي. قدي مهم الحقيقة. خليني أؤكد، الأولمبياد العلمي سابقا كلياتنا كنا بالمدرسة، كان يبقى بالمدرسة اللي شاطر بالفوتبول في إله بيتمتع بشعبية لافتة، يلي مثلا بيعزف على البيانو بيتمتع بشعبية. صحيح. في شعبية منسجمة دائما مع مهارات معينة سابقة. صحيح. هلا نحن عم نقول له للطلاب إذا أنت شاطر بالرياضيات أو شاطر بالمناظرة كمان رح يكون عندك تتمتع بشعبية لكن من نوع مختلف. أنت مالك نجم رياضي ولكن أنت شاطر بالرياضيات وهي ميزة. تسجل لإلك ميزة. وأنت شاطر بالمناظرة كمان تسجل لإلك. الحماس الحقيقة اللي عم نشوفه منقطع النظير، يعني إحنا أنا ما كان بتخيل لي أبداً إنه هيك يافعين بمرحلة الثانوية يكون عندهم هذا الحماس لأنه يقوموا بس يتناقشوا على مواضيع. حلو. يعني لا في أنا فوتت جول ولا غلبتك ولا غلبت، ما هيك، هي عبارة عن حوار. نعم. يعني هي أقرب إلى حوار موسيقي إذا بدك، لأنه حوار جميل عم تسمعي أفكار حلوة الحقيقة، وليس انه واحد حافظ كم جمله عم يقول عم يرددهم استظهار. هذا منه خطابه. نحن هون كثير بنركز على موضوع انه المحتوى هو شو الفكره اللي عم يقولها، مو بس مجرد انه قام والقى خطاب باسلوب حلو. هذا عليه علامه كثير بسيطه، الاسلوب اللي اعتمدوا عليه علامه، ولكن العلامه الاهم هي على انت شو عم تقول. وهذا لازم يكون يعني ذو قيمة مضافة عالية اللي عم يقوله، لأنه لازم يقنع الحكام ويقدر يفند شو عم يقول الفريق الثاني. نعم، يعني عم تقول نقطة كتير مهمة. نحن بعصر السرعة، مواقع التواصل الاجتماعي اللي عم تأثر على جيل بأكمله، وهذا ما فينا ننكره لأنه في عادات وأفكار غريبة عن مجتمعنا. صحيح. صارت عم نشوفها كتير زايدة اليوم. هل لمست أنت أستاذ تغيير بشخصيات هاليافعين اللي عم يقدموا هالمناظرات العلمية؟ أكيد. هل هن حسوا حالهم تغيروا؟ صار في عندهم إدراك أكتر لخطر الدخول او الخوض بثرثره فاضيه مثل ما بنقول بدون يعني احترام وجهات النظر؟ اكيد. هلا يعني لما مجرد انه الطالب فات ب خلينا نقول بمفهوم المناظره عموما، صار هو عم يخضع لتدريب، عم يخضع لمفاهيم جديده، والأعداد الحقيقة لا يستهان بها. يعني عم يجينا أعداد كبيرة من الطلاب. في مهارات معينة أنتم بتدربون عليها، أنه لازم تكون صبور، لازم استماع مثلا، في عندنا مشكلة بالاستماع دائما عند الجيل. طبعا طبعا. هون كمان هي من السلوكيات اللي لازم يدير باله عليها المتناظر، أنه هو بالوقت اللي الفريق الثاني عم يحكي هو بده ينصت، مو بس بده ينصت لأنه بده يحاول يلاقي مكمن خلل يقدر يرجع يجاوبه عليه. نعم. بس ما بيقدر يقاطعه، ما بيقدر يقاطعه يقول له لا بس أنا بدي فهمك شغلة، ما بيقدر يقاطعه، هذاك عنده وقت بده يحترم هذا الوقت. تمام. بالختام يعني بدنا نتشكر وجودك معنا، بدنا نتشكر المعلومات اللي قدمت لنا إياها، بدنا نتمنى لكم كل التوفيق بكل شيء عم تسووه، خاصة بمجال الأولمبياد العلمي يلي نحن تعودنا على كمية كبيرة من الإبداع، والله يوفقكم يا رب. تسلمي، شكرا كثير لكم. نحن بنتمنى لكم التوفيق وبنقول لكم يعني موفقين ومباركة جهودكم كمدربين ومشرفين وأيضا كطلاب. بنتمنى فعلا يكون في عنا جيل متفهم قادر على إدارة الحوار بعدة مجالات ويرفع اسم سوريا حتى بالبلاد الغربية. شكرا لوجودك. شكرا. معنا. شكرا.